بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا يا مولانا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا اللهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا ويقينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يا حبيب المحبين، يا جليس الذاكرين، يا رب العالمين. نسألك يا مولانا أن تقضي حوائج المحتاجين، وأن تؤدي ديون المدينين، وتنفس كرب المكروبين، بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم بحق القرآن وعلى من نزل اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. قلت وقولك الحق المبين، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا مغتسل بارد وشراب، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقلت وقولك الحق المبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم العليم القدير، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الكبير المتعال، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. اللهم يا رب ارحم جميع موتى المسلمين، يا رب ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب ارحم أباءنا وارحم أجدادنا وارحم مشايخنا وارحم علماءنا وارحم من وصانا واستوصانا وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا رب يا رب ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم يا رب احفظنا يا رب بحفظك الجميل، واسترنا بسترك الجميل. اللهم يا رب احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم يا رب احرسنا بعينك التي لا تنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا ربي يا ربي يا ربي يسر أمورنا. اللهم يا رب يسر أمورنا، واقض حوائجنا، وأد ديوننا، ونفس كربنا، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك فترضيه فترضى بها عنا يا رب في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى عندك إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.